بنحييكم على شاشة التلفزيون اللبناني ورح كون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول هنا. أهلا وسهلا فيك عبير. أهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية. ميرسي. يعطيك العافية على المشوار الجاي تيه بعيد. ميرسي. أنا وعبير اليوم أول شيء شعرك منيح هي. مني نكستو تما يقولوا نكسة شعري. بس إن شاء الله ما يطلعوا شيء تاني يعني. أنا وعبير اليوم رح نسوي اسكالوب دجاج فينواز. ولكن الجرنيتير شوي مغير. رح نشوف خلال هالحلقة كيف بنسويهم. وتركت لحتى الدجاج مثل ما هو بصورة الدجاج مثل ما بنشتريها من السوبر ماركت. هلا ما بيقول انه مغسلة، انا ما فيي اقعد اغسلكم اياها على الهواء، ما بدها شيء. حطوها تحت المي شوي صغيرة تتغسل. لا بدها ملح، فيكم تحطوا ملح بس ما بدها، ولا بدها خل، اوعى الخل. يعني شو بدنا؟ بدي صدر الدجاج عدد 2 بحدود 600 جرام، نوي بدي 200 جرام حامضة واحدة تكون مليحة. أوقات بقول لكم أنا منجيبها بأرخص الحامض، لا هالمرة بدي إياها مليحة لأنه بدي شكله يكون حلو موجود على الإسكالوب. بقدونس بدنا شو 4 ملاعق كبار مفرومين، بس أنا كمان يحفرمهم قدامهم. بلا فستق سوداني 75 جرام، طحين كوب، كعك كوب ونص، بيض عدد 4، 3 للبانية وحدة ما نسلقها منشان نعمل الفينواز فيها، زبدة شرحة، زيت نباتي بين النص كباية ثلاث ارباع الكباية كباية لقلاية. بقى نشتغل بالقلي، كل واحد قد ما بده بحط، بس انا ما بكتر كتير. شوي ملح، بهار ابيض، وبرش جوزة الطيب. يعني اول شيء بشو نبلش؟ حنبلش شوي لانه الاسكالوب ما بياخد وقت، بس حنبلش بالجرنيتير نحضر. بدي عزبك سلقين لبيضة. جيبي وسلقين لبيضة. لحد هون. اه اوكي اللي ورا. البيضة منحطها هي والماي باردة. ما بيسوى تكون سخنة لأنه دغري بتكسر. دغري بتكسر إذا كانت مش باردة. هاي الحامضة بعملها هيك، منجيب سكين صغير نعملها هيك، نرجع من هون هيك، نرجع عالنص كمان نفس الطريقة. ليه هيدي الطريقة؟ عشان نعطي زينة بنزين. اوكي. هلا في ظفر، بس مش كل البيوت عندها اياه، بيشتروه يعني بالمطاعم يلي بيشتغلوا الاوتيلات والتزيين بيكون فيه هذا الظفر. بسموه ظفر حامض، هو اسمه ظفر حامض. بس ده مش ضروري نشتريهم اياه، حقه 5-6 دولار كرمال يزينوا حامضة ببيتهم. شو بها ايدهم؟ ما بها شيء ايدهم، والسكين موجود. قالتك السكينة موجودة. هول الكب هون، بعمل هيك بقطع. هاي أول واحدة شلتها كمان للكب. ما بتسوى. هلا بدي اياهم ترونشيت صاغ هيك. هوري ترانشيت السمك. هاي ما عشبنا اياها. بس حرام فيها شوي عصير. شوي حطها على جنب. ما في شيء بنكبه. بلا. كل شيء بيلزم. حطي شوية ملح للماي. ما فينا كمان نحط ملح ما هي؟ فينا ما نحط ملح كمان؟ لا أحلى بتساعد ما تسكر. أوكي. ما تكسر. ناخذ اتصال. ألو. الو الو بونجور بونجور مدام، يا اهلا وسهلا فيكي. كيفك شيف انطوان؟ منيح كتر خير الله. انت كيفك؟ انا مشتقت لك. تسلمي. كلك ذوق كلك ذوق يا انطوان. عيدك اليوم عيد مرمطانوس.
تسلمي يا أنطوانيت، تسلمي وانت ينعاد عليكي. ينعاد عليك بالخير والسلامة. ومر أنطانيوس يحميكي وينعاد على جميع كل مين اسمه. أنت والتقلقاء وكل الموجودين معك. تسلمي تسلمي، كل شخص بيحمل اسم أنطوني طانيوس أنطوان طوني أنطانيوس كلهم ينعاد عليهم. ميرسي لإلي كلك ذوق، ما بينقصك شيء من اللياقة. يعطيك ألف عافية. تسلمي عيوني، تسلمي. الله يديمك يا رب. تسلمي، تضلك بصحتك. ميرسي حبيب قلبي. ميرسي عيوني، ميرسي لإلك. كمان بناخذ اتصال. الو. الو، مرحب شيف، كيفك؟ مرحبا حبيب القلب، كيف صحتك؟ ماشي الحال. شيف، الصفوف اذا بنعملها بتحين فرخه على الحل، بدنا نتركها تنتقع مثل النموره. مش ضروري، فيك تشتغل فيها. مش فيك في يشتغل فيها، عملت نموره من شي 3 4 ايام طلعت روعه. صحتين، برافو. بدي اسالك شيف، اذا جبنا ورد من عند العطار، هو الورد الجوري، كيف فينا نعمله نشرب الورد؟ هيدا اول سؤال. واذا جبنا حر، كيلو حر لنفرض قرون حر، كيف فينا نعملهم اذا بدنا ناكلهم مع الفلافل ليطلعوا مثل تبع السوق؟ لانه بس جيبهم انا بكبسهم عم يضلهم قسيين يعني، وحرين كثير. بدنا نعملهم مثل تبع السوق شيف، يطلعوا هيك دبلانين و تبع السوق. بدك تحط لهم حامض الليمون. بدك تسلقهم شيء قبل ولا؟ لا لا لا، حامض الليمون هو بيهريهم بيساعد، وبعدين هن بيكونوا لهم اكثر من سنه، بتصير تشوفهم ميتين. طيب، لتر الماء قد ايه بده ملح وقد ايه بده حامض الليمون؟ لتر الماء بده 110 جرامات ملح، او بالكبايه نص كبايه ملح مع ملعقه ملح خشن. بده حامض الليمون نص ملعقه صغيره، نص ملعقة صغيرة. أوكي. وبتحط معهم خل كمان للتر، كباية ونص خل. أوكي، هو لوحدهم الحمض الليمون بيهريهم. هو مزبوط، بيساعد على يهريهم. أوكي. ولنجي على الدجاج. الدجاج هلا بالفخاط شاف، بشافة الفخط بالكعب بيكون في وحدة هيك شقفة حمراء، هيدي بتتغسل بس بده يشيلها، لازم تنشيل بس يغسلها الواحد؟ لا، أوقات بيكون الشقفة الحمراء هي تابعة لسودة بتكون جاية. مش ضروري تشيلها، لا، ولكن إذا بك عم تشويها وكان في شقفة حمراء لازم الفخذ ينجرح على الميلتين لتفوت الحرارة لجوا. ساعتها ما بيضل في أحمر. بس هيدي تبع الني ما بي، إذا هي الشقفة الفخذ ني، لا ما بيأثر. اوكي. ولا نرجع بس شوي، نسيت اسالك سؤال عند الصفوف شيف. اذا عند الفرن على حراره 180 درجه، قد ايه بده وقت بالفرن؟ قد ايه بده وقت؟ قد ايه قطره الصينيه؟ 25 سنتي. 18 دقيقه. 15 دقيقه. 18. اوكي شيف. وما تنسى شرح عن الورد. شرح عن الورد الجوري، اذا جبنا كيلو الورد قد ايه بده سكر لينعمل شراب ورد؟ اوكي، انت ما عندك كركي؟ ما سمعت. انت ما عندك كركي؟ لا ما عندي كركي. اوكي، تكرم عيونك. شراب يعني هذا اللي بحطوه بالكبايه مع مي وثلج. عرفته. اوكي، ماشي شيخ، تكرم. هلا البيض رح يبلش يغلي، بس يغلي بنعير 10 دقايق وننوس النار. دوري النار تحت النوي لنسلق النوي فيها. هلا بدنا نجيب هاي نسوي عنوق بقدونس ونفرم شوية بقدونس. تنقية البقدونس هيك بتتم. إذا عن كبير ومعه اثنين بعيد عنه نقطشهم. منحطهم هيك مثل هي قراب لبعضهم، ما بيأثر، نعملهم هيك. هيك بتتم عملية تنقية البقدونس. هي مثلا صغير بنشيلها بنعلي. هلا أنا مغسلتهم من امبارح، هي وبكيت، بس تركتها مثل ما هي. ليه؟ انه بدي افرمها وبدي اياه البقدونس ناشف. ما بيسوى يكون رطب، لانه اذا رطب ما بيشتغل معي. بدي اياه ناشف، بس انا قلت بدي اعلمهم كيف بيساووا البقدونس بهالطريقه.
هالعرق حلو. ايه. يا هو مع واحد تاني رح نشتغل فيهم من شان الزينة، يعني كمان بنترك لو هي مزينة فينواز إلى زينة خصوصي، بس كمان أنا بحسب حسابها بالبقدونس بقرقين ثلاثة من شان نحط فيهم بيعطوني شكل حلو. شكل حلو البقدونس. هاودي بخليهم للزينة. للزينة. هلا إذا هاودي بدون وقت مش مثل هلا بدنا نشتغل فيهم، بحطوا لهم مي. حط لها شوية مي. كل ما كانت المي مسقعة كل ما كانت أحلى. ها بنعملهم هيك مفرم، بنقطع هيك على اخر محل بيكون من الورق، بعملها هيك وهيك بلفهم على بعضهم وبفرم بهالطريقه البقدونس. بلشت هون تغلي، نوس النار نعاير 10 دقايق مو معي ساعة وقفنا الأكل توخزونا تعاير منك مشاهدينا الكرام يعني ننهي الحلقة لأنه عبير ما معه ساعة لنعاير 9 دقايق أو 10 على ال فعاير شو زلتني لا عم نمزح يلي ما معه ساعة التقدير شايفين كيف البقدونس بده ينفرم مثل الشعر وبضل للأخير كمان ناخذ اتصال. الو بونجور بونسوار شيف، اهلا ماري كيفك؟ بدك اشتقت لك انا. كيف صحتك؟ تستمي انا كيفك انت؟ كليب انت بخير؟ ميرسي ميرسي لك يا مرمي، خلينا هالسمعة المضوية اللي مضوية على كل الدنيا وين ما كان جوا وبرا. تستمي تستمي بكل الدنيا بكل الدنيا، ما بينقصك شيء من اللياقة يا ميري. الله يخلي لنا اياك وخلي لك اهل تلفزيون تليليبون، انا من زمان جيت على تليليبون. تستمي وطلعت مع رشاد مبيبي وبدي غني بس ما عاد رحت، وطلع مع حسان صادق بحلقة عنده كمان. يا نعم. رس الله هذيك الأيام. يلا سلمي على شيف عبدو على كل المعاملين بالتلفزيون. تستمعي تستمعي ماري، بس بدي أقول لك أنا إذا عندي لحمة جايبتها مش من سوبر ماركت، عند اللحم قديه بدايمه بالفريزر؟ 6 أشهر بس. هي شو قولي لي، اللحمة ناعمة أو خشنة؟ في ناعم في للكبة. أوكي إذا شقف إذا شقف وحدة وأكثر من كيلو بتهدي سنة وأكثر. إذا شقف إذا شقف بتهدي 8 أشهر، إذا مفرومة نص شهر 6 أشهر. مفرومة 6. طيب وشقف لحمة للطبخ قديه بتضايق؟ 8 أشهر. طيب أوكي إن شاء الله نعيش قدهم. بس برجع بقول لك إن شاء الله نعيش قدهم. بس برجع بقول لك ما يكونوا من السوبر ماركت. لا 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 من السوبر ماركت. طب انا عم اقول لك ما يكون. اوكي شايف اوكي حبيبه اوكي اوكي تكرمي. سلمني على الدموازيل لحدك. ميرسي ايه. كيفك مدام؟ هاي عبير المهضومه بدك تقولي لها. مهضومه وبتضل تضحك. ايه يلا باي شايف باي يا عيوني باي. هلا بدنا نعلمهم على طريقه. هاي ورقه بيجي انا بعمل لها هيك ورقه بيضة بيجي نقطشها. حبيبتي تعي لهون، ما بدنا نطير بالهواء. بدنا نطير طايره. ايه مصره
بيجي انا من هون بقطشها هيك بعمل لها هيك. ليه؟ انا مش شوف لها. نعمل لها هيك. بيجي انا بحط بقدونس. برجع بشيل هاي بتحطها على التاني. حطها على التاني. برافو عبير. شو هالعبير هاي؟ تلاميذك شيف. كمان نفس الشيء بنعمل وبناخذ اتصال. الو. الو. بونجور شيف انطوان. نعم. كيفك؟ كتر خير الله. شيف انطوان من فضلك بدي اكبس ورق عريش بمي وملح، ممكن تعلمني كيف؟ تكرم عيونك. كل كبايه مي ايه ملعقه ملح خشن. بس هيك؟ بس هيك. بسخن المي ما بلا بدك تسلقي الورق العنب نص دقيقة. برضو؟ غسلي ورق العنب. ايه. وسلقيه بالمي نص دقيقة. اه نص دقيقة. شيليه دغري خليه برد. ايه. وبعدين حطيه بمصفاية ينشف. ايه. شوي بعدين لفي كل أربع خمس ورق مع بعضهم. ايه. بالعكس مش على الوجه. ايه. وحطيهم بالمرتبين وحطي لهم مي وملح. كل كباية ملعقة ملح خشن. مزبوط. ميرسي سيف انطوان. تكرمي عيوني. تكرمي. باي. يلا بلش تغلي هون. يلا. شو هالشيف انطوان؟ لا منعلمهم شغلات صغيرة. ايه. من حواضر البيت، مين ما عنده بقدونس؟ ايه كلياتنا. مين ما عنده حامض؟ هيك بيجيهم ضيف، إذا قدموا له الإسكالوب بهالطريقة، بيكون معناتها إنه مهتمين فيه لهالضيف. ايه. هو مش هتشبعوا على الحامضة، بس منظرها الحلو رح تخلص، بعد ما خلصت، في لها شغل بعد. عم قول شو هالشيف انطوان؟ ومناخد اتصال جديد. يعطيك العافية شيف انطوان. أنا عافيك. أهلا وسهلا فيك حبيبي. أهلا حبيب القلب، معك أبو محمد من حارة حراك. أوه تحياتنا. أهلا وسهلا فيك وتحياتنا لكل أهل الضاحية. الله يبارك فيك طول عمرك. تسلام حبيبي. يا شيفنا الكبير. نعم. بدي أعمل مربى مشمش، هلأ موسمه. هلأ عز موسمه. إيه نعم. مشمش عادي أو أبو حسين؟ لا مش أبو حسين، مشمش العادي. ما عادي. أنا بعرفه أخذ منك قبل بمرة. كل كيلو بده 750 كيلو 750 جرام سكر. بعد ما غيرت رأيي بعدني. ماشي. طيب هلا هذا الكيلو المشمش مع بذره ولا بدون بذر؟ لا بده يكون صافي. بده يكون صافي بدون بذر. نعم. قديش لازم انقعهم؟ اقل شيء 3 ساعات. اقل شيء 3 ساعات. اذا مثلا من عشيه لتاني يوم الصبح بيكون احلى واحلى. بيكون احلى واحلى. شكرا كثير يا شيف انطوان. بخاطرك. واخر شيء حط معهم على النار لكل كيلو ورقه عطر او ورقتين. نعم. حبتين كبش قرنفل. نعم. وورقه غار. اها اها. وبيطلعوا كثير طيبين. شكرا كثير لك حبيب القلب. حبيب القلب عينك. بخاطرك. عزبتك معي. يعطيك العافيه. بخاطرك. بخاطرك حبيبي. شكرا. هو بعد ما خلصوا لهم شغل. يا هون يلا هون حط النوي. يلا حطي ملح. كل شيء ملح بالأول. ومناخد اتصال. ألو. بونجور. بونجورين. كيفك سير؟ معك ندى. ليه كتر خير الله. مين معي؟ عليك. نعم. ينعاد عليك. تسلمي. كلك ذوق. كلك ذوق. شيف بدي اسالك، عملت كريم كراميل وحطيت سكر بالكعب الجلاطيف. لحظه شوي ما انتبهت، عيدي لي من الاول. بدي اعذبك. عملت كريم كراميل وحطيت السكر بكعب الجلاطيف، بعدها بقيت
ثقيل ما لا هو بده يلزق ايه انه اكيد كثير حتى كذلك ما رجع يزبطوا معي عيوني نعم بس قلبتيه لهالقالب نزل كمان كراميل على الكريم ايه بس السكر ده قاسي بالكعب كعب الجوتار هو بضل فيه مش كله بحل مظبوط ضل فيه بس انه لازم كله بينزلوا هلا اذا بدك رأي السماكي شوي وبس آه. بس هو مظبوط عملتيه مظبوط ما في مشكلة او ما بتطول على السكر يمكن لا روحي انت بس تغلي السكر على النار نعم مع ماي بالاول او بلا ماي لا بلا ماي سكر على الحل اذا برغل شوي كسريون بملعقة الخشبية نعم اخر شي بيصير لونه سكري بعدين اشقر فاتح بس يغمق شوي تسكبيهم بالقالب مزبوط هيك عملت ايه صح ما حرام بالك لا وبعدين بتحطي الكريم فوقهم مزبوط هلا بس تفوتيه على الفرن نعم هو مش كله بحل ده هو ربعه بحل ربعه بس بلا فرن هيدا شاب مش نطيت حطيتهم ضمن البامري نعم عملتيهم على الفرن بالفرن ضمن البامري لا بدون فرن بدون فرن على الغاز بس ضمن البامري لا هيك غليتيهم؟ ايه غليتهم وحطيتهم بالشناطير الزغري مشان هيك بكير كمان اعمل شوي بس لايكي اذا بك ما تغليه بالفرن بريك نعم. تحطي ضمن البان ماري نعم يعني بتحطي بهاي ماي نعم بتحطي بتغمريها بتحطي القالب بقلبها ايوه وبتحطيها على النار ونار خفيفة بيمشي الحال اوكي بس بعد سؤال في الفترة ساعة قليل لازم يعملوا البرنامج تعولك ساعتين لنسمع لانه انت عملت البرنامجي ساعة قليل قليل علينا هن يدفعوا لي على الساعة بالاول كل الشهر عم يطلع لك $40 مش عم يكفونا بنزين لو ما منحبكم ما عم نجي الله يقويك يلا ميرسي كتير لا هاي من اخرها صراحة اوكي تكره باي هلا منعلمون اي بقدونس كيف بنقص من الاسكالوب هاي المقطعة هيك نقطعها هيك اوكي هاي كانت فقط للمنظر بنخليها للمنظر هلا منجيب ورقة نايلون ونمدق وبندق على الزاوية وتكون الطاولة ميكنة ايه مش تنزعل الرخامي حركية هاي اللي معروف شف هاي ملعقة خشبية البيضة قولك صار إلى 10 دقايق ما فيش معك ساعة كيف عرفتي لا عم نمزح معك خليها تغنيت فيها منجيب ورقة نعمل هيك منحطها لقطعة الدجاج بنكبسها شوي ايه وندقها من هيك وفينا نعمل لها هيك هلا شوفوا شوي اوقات بيعمل شي معنا بيكون شيء في زايدة من القص ايه. مش من عنا من الاساس بس سحبوها خزقينا للفيليه بيجي انا بعمل لها هيك مشان ما تطلع اسكالوب دجاج له دنب بلا دنب انت بلا دنب بدنا نشيل برجع عمهلي مثل عملية التجميل نعمل لها هي عمهلنا بس هلا منشيلها ومنحطها قطعة تانية نفس الطريقة هلا في حال ما عندي هاي بنعلم كل شيء ايه بلا ملعقة خشب قوية بركي كسرت <كسبت. تصفيق>
بس مش تكون صغيرة تنكسر تيجي أمك لايكي اوعى سرتيني المعلقة. أصبح مش أذى ما عنا مدقة ممنوع نساوي. وفينا نستعمل المدقة العادية وفينا مدقة العادية مدقة الثوم كل شيء بيمشي. بدنا نحل كل الأمور. انبلا هلا خلاص خدي على المجلى اعملي معروف. قولي المعلقة قوية بس تنكسر. واللي ما عنده ورق نايلون مثل هالورق كيس الخبز برجع بقول انا حركي شوي اعملي معروف هونيك. بينقل محل محل هاي عملت نفس الشيء نعملها هاي نشيل الدنب نشيل الدنب نرجع عمهلنا لتفوت عمهلنا. ذكرتني لما أكلنا تلاميذ فندقية ما في شيء ما علمونا إياه يعني الأساتذة تلاميذك تكون عندهم خبرة إيه ما لازم واحد يعرف كل شيء إيه معلم تلاميذك كان هاي طلعت طويلة ايه طلعت طويلة ما ليش نعملها بنعملها هيك نرجع نلف نفس هيك نفس الطريقة ومناخد اتصال. ألو بونجور سيف. بونجوريني اهلا وسهلا فيكي. كيفك ليزات معك؟ ايه اهلا وسهلا عيوني. انا بليزات. كيف صحتك سيف؟ منيح منيح. عم تلفين بس عايدك بعيد سانت انطوان. تسلمي تسلمي يا ليزات ما بينقصك شيء من اللياقة. ميرسي ميرسي كثير وانا كل ما احضرك بدمي لانه انا مش معكم. تسلمي تسلمي خلينا اياكي. وسلامة قلبك كيف صرتي؟ الحمد لله كثر خير الله كل شيء منيح نعمي صوتك كثير حلو برافو عم نتنفس يا شيخ انطوان. تسلمي عيوني تسلمي بس بدي اسالك سؤال بخاطري اذا ما بدي احطها بالبريستو بالطنجره كيف بدي اخليها تستوي؟ شو نية؟ الفاصوليا الفاصوليا بتستوي على نار خفيفه بلشي فيها نار وسط بس توصل لدرجه الغليان غطيها شوية ملح نار خفيفة وتركيها 50 دقيقة بتستوي. اوكي تكرم عيونك حبيبتي كيف شاف كلك زوج بخاطرك بخاطرك باي. هلا هالبيض بدنا نشيله ونبلده فورا. والنوي رح تستوي النوي تستوي ايه نحن بدنا اياها تستوي ايه يلا لاطحن بهالوقت الفستق هي فستق سوداني ليه طحنت الفستق؟ بدي اخلطه مع النوي ليه؟ طبعا. فينا نحط غير سنوف؟ فينا اي نوع من المكسرات؟ فينا بس قبل نقول ايش فستق ايه لانه الاولاد يلي اعمارهم بين الـ7 والـ21 بيكونوا نيقة شوي مزوقين بدنا نطعم لهم النوي بهالفستق السوداني اعطيها نكهه طيبه ساعتها بياكلوا بصيروا ياكلوا من الاكله ينبسطوا فيها. شيلي لي هيدي بس من فوق
وأعمرنا نحن نحن منيكو على الفستق بدي بدك تكرم لا أنا مني كبير ما أنت ما عمرك عمرك 17 إليك حق تأكل إليك حق تأكل سنة ونص بعد إمبلا إيه شايف وليه بدك تخلطها معهم هي الفستق نخلطها معهم لا هلا جديا نخلط النوي هلا بتشوفي مع الفستق السوداني مع البقدونس ليعطيها لون أخضر فستو بيعطيها نكهة بصير اللي عم ياكل منها بينبسط يي طعمي طيبة طيب. ايه بدي ياكل مش ما يدشر أكل أمه ويروح ياكل بالمطعم ياكل والسوق برا ايه ناخد اتصال ألو 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 بونجور الله معك الله يحفظك يا أهلا وسهلا فيك منيح كتر خير الله ينعاد عليك بالصحة تسلمي كلك ذوق كلك ذوق طول عمرك شكرا مع سيدي داود من دير القمر ايه يا اهلا وسهلا فيك تحياتنا لكل اهل الداير طول عمرك شيف بدي عزبك عملت كيبة لقطين نعم بس رخوة شو بدي اعمل تشد قديش حطيتي لها طحين للكيلو ما انا على التقدير ما قدرت تقريبا قديش انت قديش كان راس لقطين صغير نعم حطيت له كيلو برغول نعم وش كيلو طحين اقل شوي يعني عملت كبة الطحين مع البرغل انت مع الكبة نعم كثير مكثرة طحين معقولة هالقد بس رخوين بعدهم يا عيوني يا عيوني يا عيوني ثلاث مرات يا حليك اذا ما قصرتيهم بكيس مثل كيس اللبنة بعد بتحطي كيلو بياخدون قلت انا على التهاون على الشاشة بدنا نحطهم بمسفاية لللقطين من بعد ما نسلقوا 9 دقايق او 10 حطيتهم من امبارح لليوم بدك تجيبي كيس يلي بتعصري فيه الرمان او شراب التوت اذا ما عندك فيك تلاقيهم بمؤسسة الحاجة التجارية بسد البوشرية كيس لبنة ايه لا عندي عندي ايه حطيهم واعصريهم بينزل منهم اقل شيء 3 ارباع لتر ماي هلا ليزبطوا معك بتجيبي 3 روس بطاطا وسط تسلقيهم بس ما يستووا كتير نعم بتقشريهم تطحنيهم ناعمين واخلطيهم معهم بيمشي الحال طيب بدي عايزك سؤال تاني عندي مشمش بدي اعمله كومبوت ازاي بدي العيار كل لتر ماي نعم 475 جرام سكر سكر الشاي مع عود قرفي 4-5 حبات كبش قرنفل ورقة عطر ورقة إكليل الجبل وتغليهم بس تغلي المشمش على النار دقيقتين شيلي دغري بالميات وسقطيهم دغري بالمرتبين ميرسي طول عمرك كلك ذوق تكرمي ميرسي تكرمي لنشيل النوي نبردها هات لشيلة عمي بدك انا بشيلها طيب شيلها ما بدي اعصبك منشيلها منبردها مصفية لا لا اول شيء بنفتح عليها المي اوكي نفتح عليها المي رح نتوقف عم حط اهلانيه هي وعبير عم تبرد النوي بعد ما حط الاعلانيه بنتابع حلقتنا انا والست عبير وبناخذ اتصال جديد الو الو بونجور صفر النوي بونجور كيفك شيف انطوان منيح كتر خير الله انت انطوانيت اهلا ينعاد عليك سميتي وانت كمان ينعاد عليك يا رب تسلمي يا انطوانيت بكسروا الطناطين تسلمي تسلمي شيف بدي اسالك سؤال امو المعروف نعم اذا بدي تلج ارض الشوكي كيف تليش الارض الشوكي تكرمي ايه. عيونك اول شيء بدك تعملي راس انت بدك اياه مع ورق او اكيد منشال الورق ورق رح نظفه كله وشيل كل شيء منه بس الكعب اوكي ايه. بدك تحطي على النار ماي قديش لترين لنفترض لترين ماي انت قديش عندك ارض الشوكي ايه. انا رح اعمل كل اكل باكلتها كل ستة لحالها كل 6 لتر ما نعرف قديه كل 6 حبات ارض الشوكي اوكي لتر ماي لتر ماي ملعقه ونص طحين ملعقه شوربه ملعقه ونص طحين ملعقه شوربه وملعقه ونص عصير حامض ملح ملعقه صغيره واحد لتر ماي حتى كفوف ايه 1 لتر ماي نعم
نص ملعقة طحين. ملعقة ونص طحين. ملعقة ونص. ملعقة شوربة. وملعقة ونص عصير حامض. وملعقة صغيرة ملح. تغليهم على بتحطيهم على النار وبتحطي الأرض شوكي معهم. تخليهم يغلوا على النار 7 دقائق. 7 دقائق. بتشيليهم تتركيهم بميتهم. ترجعي بتشيليهم تخليهم يبردوا. بتحط فيك تفرزيهم مع ميتهم. وفيك بلا ميتهم بكياس نايلون مقطوع عنا الهواء. ايه هيدا رح اعملهم هيك. اوكي يلا وتاكليهم بالصحة. بليز ترجع بتعطي شوي ملح قديه؟ رح ارجع عدلك. ملح ملعقة صغيرة. ملعقة ونص عصير حامض. ملعقة ونص عصير حامض. وملعقة ونص طحين. ملعقة ونص طحين. ولتر ماي. لتر ماي. اوكي. بتحطي الارتيشوكي بيردي بقلبها. اوكي. وبتغليهم 5 دقائق اذا 7 دقائق. 7 احلى اذا كانت حبتهم كبيره. ايه كبيره حبتهم كبيره. صحتين. ميرسي ميرسي كثير عزبتك وينعاد عليك بالصحه والعافيه. وانت كمان يا انطوانيت تسلمي. حطي ملح بر ابيض. ليك هذيك المره عطيت كعك مع اليانسون. نعم. يدون بس زيت ما حفظت قد ايه زيت. فنجان قهوه زيت. فنجان قهوه؟ نعم. بس؟ طيب طالع عبالك نص كباية حط نص كباية. لا بحصل نص كيلو طحين قالوا فنجان قهوة بكفي. ايه بكفي. طيب ماشي كثير. تكرمني انت عم نحكي عن كعك تبع الفرن. ايه تبع ينسون. ينسون بيمشي. ايه بكفي. فنجان قهوة بكفي. باي باي. هات لنحط برجاص الطيب شوي. ايه يلا. هلا هون اجى دورون هن لهم ما عشبنا اياه. شاف هلا والورقه ما عشبنا اياه. نعم اسمها ليه مالك مسماها اسكالوب باني باني. إيه؟ انا وطحين بدكعك ليه مالك مسماها على اسمها اسكالوب باني. هلا نحن حبيت اتفننن شوي لل للشباب والصبايا. ايه وعملناه هون وبناخذ اتصال. بونجور. بونجور يا اهلا وسهلا فيك. منيح عليك بالصحه والعافيه. تسلمي كلك ذوق. كيف صحتك؟ منيح كتر خير الله. من الاشرفيه عم نحكيك. من سوريا؟ اشرفيه. اشرفيه اهلا وسهلا فيك. ليك شاف الله بدي اسالك الكسكس هيدي الاكله المغربيه. نعم. بس نسلق اللحمه بنسقطه فوقه يعني مثل الرز. يلا هشرح لك اياها. لا فرق شوي. يعني المي قد ايه تقريبا؟ ايه لا المي كيف؟ المي كل كبايه من الكسكسي ناشف. ايه بده كبايه مي بس. بس كبايه. ايه يعني ما تسقطوا فوق اللحمه. انا لا ما بيبقى اذا معاير عادون. ايه لا بس منه مثل الرز. مش مثل الرز. الرز بياخد المصري كبيتين. ايه والبسمتي والامريكاني كبيتين ونص. ايه وشو حده بده لبن يما شو؟ شنو هو الكسكسي؟ ايه لا بده جزر بده بصل كويزات بده لحم ودجاج. ايه؟ بده حر بده الهريس. شو الهريس يعني؟ هيدا رب الهريس هيدا رب الحر القوي. الحر. ايه 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 وكلهم مع بعضهم؟ وحمص بديك حمص. شو هك؟ انا فكرت بيسلقوا اللحمه وبرجعوا بفلفلوا. هلا لايكي اذا طالع عبالك تسلقي اللحمه وتحط شوي فوقها وتقولي هيدي الكسكسي. انت طالع عبالك اعمليها. لا بدي انا انت شو كيف بدك تعلمني اياها؟ بدي اعلمك اياها اصولها هيك بدها. ايه تقلي اللحمه. ايه تقلي اللحمه. ايه بتحطيها بالطنجره لتستوي. ايه تقلي قطع الدجاج وبتحطيهم بالطنجرة ليستوي مع مواد عطرية. ايه بتجيبي بصل كويزات صغير. ايه بتقليه مع شوية زبدة أو سمنة. ترجعي بتحطي فوق منهم توم. توم؟ نعم. مدقوق يما؟ توم توم. ايه توم. شقف. شقف. ايه بعدين كرات. ايه بعدين قطع جزر. ايوه جزر قطع. ايه بتضيفي فوق منهم. بعدين بتضيفي لهم حمص مسلوق. ايه بتضيفي رب الهريس. ايه ملح. ضروري رب الهريس.
هلا اذا ما بدك حل لا مش هنظلمك فيه. لا لا بلاها. حطي نتفة بهار ابيض كتريون شوي بيعطيك نتفة صغيرة حل. ايه بعدين بدك تحطي رب البندورة. اها ايه بعدين بدك تحطي كوسة قطع كمان. باذنجان قطع. ايه بطاطا قطع. اها هاي صارت الكسكسي بالاول. هيديك شبه الكسكسي هيدي. بنت عمة بتكون اخدي شوي هيدي اهدي هيك على الطرف على الطرف مش طلع على شيء حرام. بس شاف كثير اكلي طيب. لا اكلي طيب على اصوله. ما فيك انت تعمل لنا هي شي ساعه؟ ولا تكرم عيونك. ايه ميرسي كثير ميرسي كثير. بخاطرك بخاطرك. ميرسي. تكرمي عيوني تكرمي. الله باي. حطي الكعك هون. هلا ليه مطفحة هيك؟ ايه؟ طفحة هيك لفي ناس. مش رح نحكي خلينا ساكتين. يلا. هي الطحين. ما حدا فيه يكون مثلك يا شيف، مين ما كان يكون. لا كل الناس فيها الخير والبركة. لا يعني الناس في ناس مقصودة يعني. هلا منجيب مقلاية. منحط فيها زيت. حطي الزيتات كله. ومنجيب مصفاية. منحطها حدا. وهون. اعطيني لا روقي شوي. طيب يلا. بلشي بالطحين اذا بدي. ايه طحيني. يلا. هون بنحط شوية مي. لحظة شوي هون. ايه اوكي لانهم ليصيروا يرخوا شوي معنا. ايه يا مي او زيت خلي الناس تحط. اوكي شوكي يعني كبيتها هيديك. نعمل لهم هيك. يلا حطي لي هون. خلص هون انا شغلي. اوكي هون لك شو بنعمل؟ بنعمل هيك وبكبسها تطلع خالصه. بعمل لها هيك. برجع بحطها هون بكبسها هيك بزيحها تزييح شكلي. شكلي يعني للمنظر فقط لا غير. وبقلية أول جهة بنزلها هي على الجهة هيدي. هلا هي الكعك ما عادش فينا نخبيه. ايه هالملقط هون انا تبول شوي. هاي الطنجره يلي الست عبير كان فيها نوي بلديتون ملجعهم هون. بعدين حط فوق منهم شوي صغيرة ماي. لك قد ايه؟ شوي صغيرة ماي.
بحط فوق منهم شقفة زبدة، دور النار عليها، لأن حظه حسب إيدي. إيه مظبوط، لا منيحة بتجنن. إيه؟ أحلى مني سويتها. يعني. يلا دقيقة بس أحسن ما يفوتوا بعضهم. ريحتهم حلوة جوعتني. ندوب الزبدة. ايه يلا حطي لي الفستق السوداني. بنحط ايديكي. لا مزبوط مزبوط، لا تواخذينا ستعبير. انا بحط ملح، بحط بهار ابيض، وبناخد اتصال، وبنحط فستق السوداني المطحون خشن. لا هيك بلش مره طيبه. وبناخد اتصال. الو الو بونجور. بونجور شيف انطوان. بونجور هاني، اهلا وسهلا فيكي. طولنا عمرك. بدي اسالك سؤال. تكرم عيونك. الله يخليك. جاب لي جوزي ورا عنب هلا، بدي اكبسهم، بس بدي اكبسهم بهيدي الطريقه اللي بنعبيهم بالمجاميع. يعني عرفت كيف شيف؟ ما بعرف كيف هي لحط ايدينه. يلا تكرم عيونك. كمان بدي اقول لك شغله، بس ضروري شيف انطوان ترد علي اليوم كرمال ورق العنب. الله يخليك. ايه تكرمي تكرمي. كمان بدي اقول لك شغله. نعم يا عمي، هيدا الزمن الجميل، الزمن الجميل. لك في اجمل منك انت يطلعوك بهالزمن الجميل عملوه هذيك اليوم. يا عمي كيف هيك يا شيف؟ تسلمي، هاي من معزتك والله العظيم. طولنا بعمرك. تسلمي يا رب. هاي من معزتك، انا بشكرك وبيرسي كثير على ذوقك الحلو. والله بتستاهل بتستاهل يا شيف. ميرسي عيوني، ميرسي لإلك. الله يخليك ما تنسيني. وعلى كلامك الحلو تكرمي، ولو معقول انساكي. وصار لك ساعة تتغزلي فيي ولو. خليلي اياك خليلي اياك يا شيف. تكرمي. يعطيك العافية. بخاطرك. يلا. هاي اخر واحد. يلا شيليهم هاو كلهم لورا، اعملي معروف. يلا هلا بدنا نجي هاو منحط فوق منهم بقدونس. يا حركي لنا اياه هون. اوكي شفتي كيف اخر اللون؟ يعني صار في شهية. بلا. هلا عم نقشر البيض المسلوق. لونها صار حلو. يلا طفي النار. اوكي يلا قلبيهم. برافو.
يلا هاي النوي خلصت، لنجيب شيلها على جنب سخنين لفيكي اكمل اقدر اشوف. ايه ما عم شوف من وراها. انا عم اقشر البيضه وعبير عم تقلي الاسكالوب الفينواز. يا اشرح لك من بعد ناخذ المقادير ليش سميناه فينواز. اوكي حلقتنا لانه المقادير قليله ما في كثير مقادير، لكن حاطين كلهم هلا بحطهم حدهم هوليك. ايه اوكي. يلا او دغري افوق او نخلي النوي حدا مش كثير النوي. مبلا ما هني قليل. إذا بدك جيب المعلقة لقليك عملي معروف يعني. هيدا شيلي هاي وهاي حطيهم هون. علي ها؟ مش هالقد شوي. هيك. أعلى نتف لنحط النوي هون، يلا. جيب النوي اسكبيها هون. لحظة. جيب المعلقة شيليها بالمعلقة أو الكفكير. إيه الكفكير بالمعلقة ما بيأثر. إيه أحسن ما هو ما أترى شيء. أنا بدي وجه تحية لأستاذي هو نزار السحمراني من البروغرام من عندك، هو كتير كتير بحبك. سلمينا عليه كتير بجنن أستاذ نزار. نحن تحياتنا لكل الأساتذة الفندقية بلبنان. إيه أكيد للكل. كمان. هاي البيضة بعملها هيك. بيجي بالأول ببرش هالبياض. هلا ايه خلص ممنوع تزعلك دغري منك بسها دخل قلبك انت. هذا الصف البياض عم نعمله بهالطريقه. نجي منجيب البياض بنعمله هيك هاودي اذا في ناس بدنا نكلمهم باين كانه شكله جبني. ايه يعني بدنا نتقلهم شوي. ايه بعمليه التقديم مشان هيك سميناها فينواز. اوكي هي اسمها باني. باني بس وقت بنعمل هالحامض هيك بهالطريقه ساعتها صرنا عم نعمل فينواز. اوكي هلا خلص عام الدراسة كنا علمناها للطلاب. سنة الجاي؟ ايه سنة الجاي ان شاء الله. شو في اجيال بدها تنمو مع كلم. انا بتمنى لكل الطلاب مع تلاميذي النجاح للكل يا رب.
هلا لا عم نتمنى لهم النجاح يلي بدي اقدموا بريفي وبكالوريا كمان ويفوتوا الجامعه عم نتمنى لهم التوفيق للجميع ان شاء الله. انا لكل طلابي بتمنى عن جد النجاح لإلهم يلا لانه تعبنا كثير وبركي بشفاعه اي القديس مرمطانيوس يساعد كل التلاميذ بجميع الطوائف لانه ما تعلموا كثير منيح السنه وبالاخص بالمدارس الرسميه. ايه بس بالخاص حرام كثير تعبوا لحديت هلا انا عم بتعب اكثر منهم. هاي الوحده خلصت، هيك صارت، لكيف صارت؟ ايه شكلها شو حلو. شراب الورد بدون كركة. ايه. بدون آلة. سهل. منجيب الورد منقطفه الورد الجوري بالأخص. منغسله. مننقع كل نص كيلو ورد بنص لتر ماي. بس بخزقهم تخزيق. كيف يعني بخزقهم؟ الوردات بخزقهم. بإيدي مش بقعد بفرمهم على السكين. بعدين بزيادة هودي لأربع أشخاص بيطعموا. هودي أربعة هودي كاملني هون زيادة. بنقعهم 24 ساعة بالبراد. بعدين بشيلهم. بغليهم على النار. ساعة برجع بصفي الورد عنهم. بصفي الورد عنهم برجع بضل بغليهم ليصيروا كبايتين ونص. ضيف عليهم اربع كبايات سكر. اول ثلاث دقايق بشيل الرغوه عن وجهن. بغليهم 20 دقيقه ومنقلكن الف صحتين عبر شاشه تلفزيون لبنان. حلقتنا لليوم انتهت. ست عبير انا بشكرك على معاونتك على الطبق الجميل مرسي الحلو مثلك حلو مرسي على امل ان تمر هذه الايام بسلام. انا والست عبير بنقول لكم باي باي ودائما عبر شاشه التلفزيون لبنان.